سلام البنات، مرحبا بكم معايا فيديو جديد على قناتكم عالم ميار. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة وفي أفضل الأحوال. الفيديو ديال اليوم عبارة عن حلا أو تحلية باردة بمكونات جد بسيطة غير مكلفة بتاتا، والأهم أنها كتوجد في وقت قياسي بدون مجهود بمذاق الكراميل، كتجي غاية في الروعة. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم. نخليكم مع تتمة الفيديو، فرجة ممتعة. نبدأ على بركة الله. فبالنسبة للطبقة الأولى غادي نحتاجو كمية من الصابلي أو بسكوي الصابلي. أنا استعملت واحد النوع، دابا نوريه لكم، كيدير درهم بنكهة الكوك. بإمكانكم تستعملوا أي نوع نتاع الصابلي عندكم. هنا خديت 4 نتاع العلب من الصابلي. فكيف ما كتشوفوا غادي نحاول أنني نطحنو مزيان حتى يولي بودرة. نتوما بإمكانكم أنكم ديروه في واحد الكيس مزيان وتلويو عليه شي زيف وضربوه بالمدلك. فبالنسبة للنوع اللي استعملت هو هذاك اللي وريتكم في الصورة، الاسم ديالو صابلي. غادي نطحن مزيان حتى نحصل على القوام اللي بغيت. كما قلت لكم بإمكانكم تطحنوه في الطحانة الخاصة بالمكسرات، يعني على حسب المتوفر في البيت. هنا من بعد ما طحنته مزيان نوريكم القوام ديالو، كيكون رطب بحال السميدة، يعني عنده القوام ديال السميدة كيف ما كتشوفوا. وبالنسبة للمقادير الثانية اللي غادي نحتاجو في هاد الطبقة، نحتاجو 3 المعالق كبار نتاع الزبدة اللي حتى ذوبنا الزبدة وعبرنا منها. 3 المعالق كبار يكونوا دفاو شوية، ومعلقة من كريم ديسير نتاع الكراميل أو لا دانون بنكهة الكراميل أو لا كراميل جاهز على حسب المتوفر. بإمكانكم أنكم ديروا معلقة ولا جوج نتاع الشوكولات الخاص بالدان على حسب المتوفر في البيت. كيف ما بإمكانكم أنكم تكتفيوا فقط بالزبدة، بإمكانكم تضيفوا القليل من المكسرات، كيبقى على حسب المتوفر في البيت. هنا من بعد ما خدمتو مزيان كيف ما كتشوفوا، فاش كنشدو بيدي كيمكن أننا يتشكلنا واحد القوام. مباشرة غادي ناخذ واحد الدائرة أو لا إطار على حسب المتوفر. إلى عندكم اللونكيت الخاصة بالحلويات بإمكانكم توضعوها، إلى ما كيناش يمكن لكم توضعوا القليل بابي أليمونتيغ كيف ما عملت، وديروا الطبسي اللي تحطوا فيه مباشرة. غادي نصب الخليط ونحاول أنني نوزعه بشكل متساوي مع الضغط باش ياخدنا الشكل ويتماسكوا دوك الحبيبات مع بعضهم. كنستمر بنفس الطريقة. فبإمكانكم تستعملوا المول مربع، كما بإمكانكم تستعملوه في كؤوس فرديين، يعني على حسب الاختيار. أنا هنا غادي ناخذ واحد الكاس ونحاول أنني نضغط مزيان، نضغط بقوة راه كنبرك، باش يتشكلنا الشكل. ومنين نجيو نزولوا الإطار ونقطعوا الحالة ديالنا ما يتفرتتناش الصابلي. أنا مباشرة غادي ندخلها المجمد تقريبا واحد 30 دقيقة 20 دقيقة على حسب الوقت اللي يسمح ليك، وندوزو باش نحضرو الطبقة الثانية اللي غادي نحتاجو فيها 600 ملل من الحليب. غادي نضيف معلقة نتاع السكر سنيدة، بإمكانك تضيفي 2 معالق 3 المعالق إلا كنتي من محبي الحلاوة. أنا مع داك الكراميل اللي غادي ندير من الفوق باش يجي تجي الحلاوة متوازنة في هاد الحالة، ضفت معلقة فقط، زدت لها 4 المعالق كبار نتاع الكريم باتيسيير. أو غادي نضيف واحد العلبة من فلون كراميل اللي كيدير درهم ونص، بإمكانكم تعوضوه بأي فلون متواجد عندكم. كيف ما بإمكانكم أنكم تزودوا كمية الكريم باتيسيير وتستغناو على الفلون إلى ما كانش، بإمكانكم أنكم ديروا 2 الفلون وتستغناو على الكريم باتيسيير، فكيبقى على حسب المتوفر في البيت. هنا غادي نحرك مزيان، ومباشرة غادي نوضعهم على نار مهيلة مع التحريك المستمر حتى ينضج وحتى يعقد وطلع فيه الغلية، ورجع معكم. هنا غادي نضيف ما تبقى من علبة دانون بنكهة الكراميل اللي كنا ضفنا للقاعدة، نضيفو البقية اللي شاطت. وغادي نحرك مزيان كيف ما كتشوفوا حتى يختفي الكراميل، فالقوام محدها محد الكريمة كتبرد وهي كتعقد وكتشد راسها. وباش نعرفو ان الكريمة نجحت معنا
فاش غادي نهزو سباتول وغادي ندوز بالاصبع ديالي غادي يبقاو الخطوط مفارقين ما غاديش يرجعوا لبعضياتهم ما يرجعوش يتلصقوا كيف ما كتشوفوا. فهذا كيعني ان الكريمه ناجحه وانها بردات وبامكاننا اننا نضيفوها للقاعده اللي وجدنا من قبل. هنا كيف ما كتشوفوا كنخرجها مباشره بالمجمد كنفرغ الكريمه نحاول انني نزعها بشكل متساوي ونقوم بهذه العمليه بسرعه حيت كيكون الاطار بارد والقاعده بارده غير كنوضعوا الكريمه كتبدا تشد فراسها دغيا. كنحاول انني نوضع الكريمه كامله ونرجع التحليه ديالي للمجمد واحد 20 دقيقه على ما نوجدوا الطبقه الثالثه. بالنسبة للطبقة الثالثة غادي نحتاجو كاس من السكر حبيبات غادي نوضعو على عافية مهيلة بلا ما نحرك بدون إضافة ماء غادي نخليه على عافية مهيلة حتى يولي كراميل. أنا من بعد ما رجع كراميل فهاد المرحلة نتوما ديروها فوق النار أنا حبيت أنني نصورها معكم بالتفصيل. كنضيفو حكم تاع دانون طبيعي بدون سكر وغادي نضيفو علبة من دانيت بنكهة الكراميل. فهاد العملية ضروري قوموا بها بسرعة ومن الأفضل أنكم تخلطوا المكونين بجوج وتضيفوهم في خطرة واحدة مع التحريك المستمر باش ما يتكتلكمش الخليط. هنا كيف ما كتشوفوا واخا تكتل الخليط هذيك الكتلة غادي نبقى نحرك على عافية مهيلة جدا مع التحريك المستمر حتى غادي تذوب وتختفي تماما ويتغلق اللون ديال الكراميل واحد شوية. كيف ما كتشوفوا هنا ما بقات عندي حتى شي كتله والكراميل ما لصق ما حتى حاجه. فهذا هو القوام ديالهم بعد ما برد واحد شويه غادي نزيد نخليه يبرد واحد 10 دقائق. كيف ما كتشوفوا ما لصقش وما بقاوش فيه تكتلات. فهاد الكراميل ناجح 1000000%. جربوه على ضمانتي يمكن لكم تستعملوه بزاف ديال الوصفات. هنا غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال الزبده باش ما يديرناش الكراميل واحد القشره وغادي نحرك حتى تذوب ديك الزبده مزيان. وكيف ما قلت لكم نخليوه جانبا لمده 10 دقائق على ما يبرد واحد شويه ويشد فراسو. فبامكانكم تستعملوا هاد الكراميل في العديد من الوصفات تزيل الكلاص تزيل لي كيك فكيجي زوين وبديل الكراميل. فهنا بعد ما خرجت التحليه من المجمد كنحاول انني ندوز بسكين وكيتحيد لنا الاطار بكل سهوله. كناخذ الكراميل قبط راسو واحد شويه كنضيف له هنا كميه من الفول السوداني او الكاوكاو اللي كنحمرو ونزول له القشره ونخليه يبرد. كنضيف له الكراميل ونحرك مزيان ومباشره غادي نحطو على السطح كطبقه ثالثه على الحله او التحليه او الكيك البارد بدون فرن. كنحاول انني نوزعو بطريقه متساويه. فالبنات اللي بغاو ان هاد الطبقه ما تنزلش مع الجناب مباشره فاش تبدعوه خليه واحد سنتيم على الجناب وتخلوه للثلاجة راه الكراميل غادي يزيد يبرد ويشد راسو حيت هنا راه باقي ما باردش 100%. البنات اللي بغاو داك الشكل ديال انه يجي بحال لاير كيك ويجيو داك الكراميل والكاوكاو هابطي يستعمل نفس الطريقه اللي درت يعني خليته هكاك براب درجه حراره الغرفه. وهذا هو الشكل النهائي نتاع التحليه بنكهه الكراميل وبصوص الكراميل والفول السوداني كيجي غايه في اللذه قمه في الروعه لذيذ بزاف لواحد الدرجه ما تصوروش. البنات مكونات جد جد بسيطه حاولي انك تفرحي عائلتك وتفرحي وليداتك. كنتمنى من كل قلبي انكم تجربوا هذه الوصفه وانا الوصفه اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجيو لاشين وتابوناو فيها الا كنتو اول مره تزوروها. استودعكم الله.